بابا؟ يا روحي يا عمري انت انا عرفت انه انت طلعت بابا البطل. ايه وانت احلى ابن. حكيت له كل شي علي، صار بيعرف انه انت ابوه. لو تشوف قديش فرح لما عرف، طار عقله من الفرحة، صار يقول انا مبسوط لانه بابا بطل. انت هيك قلت؟ ماما قالت انه ما عاد نبعد عن بعض ابدا، وانك ما رح تتركنا مو بابا؟ أبدا ما رح أتركك أبدا. علي خلينا نفوت على بيتنا بلا ما ياخد برد. إيه يلا خلينا نفوت على بيتنا. حاضر. سيف ده علي، أنا كتير فرحانة مشانك ومشان علي جان. يلا بابا خلينا نفوت على بيتنا، ماما ناطرة. روح علي لا تنطر، تصبح على خير، تصبح على خير علي جان. وانت بألف خير. بكرة بشوفك. امشي. شو عم تقول انت؟ انت سمعتني كتير منيح شو قلت. الشيخ علي هو اللي قتل ابوك. انت مو عم تدور على القاتل من زمان؟ وهي طلع قريب منك كتير. هي المعلومة اللي عم قلك اياها اكيدة 100%. علي هو اللي قتله لابوك. هذا شو اللي جابه لهون بهالوقت المتأخر؟ شو اللي عم يخبي علي يا ترى؟ ماشي ابني، انت بتكون ابني، ويلي بده ياخد روح ابني بدي اخد روحه. انتو أسودي، طبيعي تكون مصدوم، وعادي كتير انك تتفاجأ، خاصة انه اللي طلع قاتله لأبوك صاير صحبه انت وياه وعامله مثل أخوك.
الإنسان عادي يجن ويتضايق، خاصة لما يحس حاله إنه هو غبي. بس لا تلوم حالك طيار، أنت ما كنت بتعرف، بس هلأ صرت بتعرف، وبما إنك عرفت ما عاد عندك أي حجة لحتى ما تنتقم. أكيد ما رح تترك اللي قتل أبوك ينفد بعملته، ما يعني أكيد رح تقتله لعلي. شبك ليش ساكت؟ رح سمعك حمار. شو عم تعمل طيار جنيت؟ انت شايفني واحد غبي قدامك؟ مفكر ألاعيبك الوسخة بتمر على راسي يا حمار؟ لك ألاعيب شو؟ وحياة الله بحلف لك انه هو راسه. لا هو اللي قتله، ليش ما عم تصدقني؟ ولا غبي، من كل عقلك مفكرني رح صدق هاي الكذبة؟ ولك مفكرني رح صدق وروح قوي صرصاصة براسه لعلي وبعد انت بتاخد سيف ده؟ انا بلعب 10 مثلك. ها طيار، صدقني هو اللي قتله. بيرجع بيعد لي نفس اللعي. يا ربي دخيلك صبرني. ولك انت واحد واطي وحقير، جبتني لتلعب علي هاي اللعبة؟ لا هاي ما انا لعبة، عم اقول لك علي هو اللي قتله، ليش ما عم بتصدق؟ ولك ليش لحتى صدق؟ اه واحد وسخ مثلك ما بيتصدق. انا اكتر واحد بعرفك، وطاوتك وحقارتك مو مخباية عن حدا. قوموا. لا جاي بدك تستخدمني لتصفي حساباتك وتزيح علي من طريقك؟ من كل عقلك؟ شايفني ولد صغير لا امشي ورا واحد مثلك؟ علي هور أغلو هو اللي عمل هيك، بس ما فيك تعمل له شيء، هذا الرجال خطير. طيار أكل الطعم، صدق إنه علي هو اللي قتل إنريكو، يعني ما عاد رح يلاحقك، خليك مرتاح. مفكر أنت أول واحد بجرب يلعب علي هاي اللعبة؟ ليك ولا أنا وقعت بهذا الفخ مرة وما رح أوقع فيه مرة تانية، عم تفهم؟ جبان يلي مثلك ما بيسترجي يواجه عدوه بشكل مباشر، بيلعب هيك لعبة وسخة، بس أنا آخر واحد بتفكر تلعب معي لأني صاحي لك، وبدال ما أوقع بفخك أنا بوقعك وبقبرك بأرضك، فهمان ولا؟ طول كل هالقد جوا؟ لا أكيد صاير شي، ماني مطمن، بركي كان بحاجتي. فيدات، أنت شو عم تعمل هون؟ ما بعرف طيار، لما شفتك رحت هيك وانت مستعجل فكرت عم تلاحقني وتراقبني يعني يا فيدات؟ ايه لحقتك، ايه مبلا لحقتك، لانه بدي اعرف شو يلي عم تخبيه علي. ليش اجيت لهون؟ ما في شي هيك. ما في شي؟
يعني كنت طالع من خطبتك وطاير من الفرحة، وإجاك تليفون خلاك تجي لهون ركض وبتقلي ما في شي؟ شو يلي عم تخبيه قلي؟ هاد أويغار الغبي. أويغار؟ ايه أويغار يلي اتصل فيك؟ عم يلعب علي واحد واطي، بده يورطني معه بلعبة وسخة، بس لا تخاف أنا عرفت سكته. لك لعبة شو طيار؟ هذا شو بده منك؟ لك خلص ما في شي عم قلك، يلا روح على سيارتك، امشي بشوفك على سيارتك. واحد غبي عم بخدمك خدمة وقلك مين اللي قتل أبوك، وانت بدال ما تشكرني عم تضرب. بسيطة أنا برجيك، لخليك تعتذر مني وتترجاني لسامحك لما تعرف وتتأكد إنه اللي قتل أبوك هو علي. لنشوف شو رح تعمل، رح يضل علي حبيب قلبك ولا رح تخلص عليه؟ جاي الأيام ومنشوف. أنا برجيك. سينان معلش تفهمني بابا ليش طلب يشوفك؟ هو ما طلب يشوفني، أنا اللي قلت له بدي شوفه. عن جد عم تحكي؟ ايه ايه. وانت ليش كنت بدك تشوف بابا؟ مشان شغل. شغل شو؟ ليكي زينب، أنا بعد وفاة بابا زادت علي المسؤوليات وصرت مضطر دور على شغل. طيب أنا بحكي مع بابا، أنت لا تزعل. لا مين قالك زعلان؟ أبوكي لقالي شغل. شو الشغل اللي لقالك يا؟ لقالي أحلى شغل بالدنيا، رح صير شوفيرك. أنت رح تكون شوفيري؟ زينب بابا أنت عن جد عم تحكي؟ توقعت أنك رح تنبسطي. أنا بحبك كتير، أنت أحلى أب العالم كله. سينان أنا لما قلت شوفيري ما كان قصدي، لا تزعل، يعني أكيد أنا ما رح أعمل عليك مديرة، لا تفهمني غلط. السائق سينان جاهز وبخدمتك بأي وقت. ما ضل شيء يقدر ساوي ليا ولا تقدر تعيش. في حل واحد، نقل قلب. نقل قلب؟ إذا هيك بدي روح هلأ مشوار، منروح منتفتل ومنغير جو. هلأ؟ عندك مانع؟ لا بس. لا تخاف فيكن تروحوا. حاضر أنا بخدمتك، تفضلي. أويغار تعال. أويغار مين عمل فيك هيك؟ مشكلة صغيرة بالخطة اللي كنت راسمها. هاي مشكلة صغيرة؟ انت شايف الحالة اللي انت فيها؟ الحالة اللي انا فيها ولا شيء قدام اللي رح يصير بالايام الجاي. هاي استنى وشوف الحرب اللي رح تشعل. أنا ناوي علي الدنيا كلياتها ببعضها وشعلها بيناتهم وأقعد اتفرج عليهم من بعيد.
استنى، بكرة الأيام بتورجيك أنا شو رح أعمل فيهم. يمكن أنا عم غامر، بس الواحد لا يوصل، خاصة إذا الهدف بيستاهل لازم أحياناً يغامر. رح خلي الكل يعرفوا مين هو أويغار، أويغار يلي بده ينهي لعلي ويدعس على كرامته. يلا نروح. بابا أنت ليش ما رجعت من قبل مع أني دعيت كتير؟ هاي ليكني إجيت، ما عاد بدي إياك تزعل، رح كون جنبك دائما. يعني ما عاد رح تتركني مرة تانية وتروح شان تصير بطل بابا؟ ما عاد أتركك مشان أي سبب. كيت كتير لأنه كل رفقاتي كان عندهم أب إلا أنا ما كان عندي. ما حكيت وما قلت قدام أمي مشان ما تزعل هي كمان، بس أنا كنت على طول ضل أدعي وقول يا ريت بابا يرجع ويضل عايش معي، بس أمي قالت لي إنك ما رح ترجع لأنك متت. حبيبي الله استجاب لدعائك، هاي ليكني أنا جنبك وما حدا رح يقدر يفرقنا. أنا قلت لك هيك لأنه خفت الأشرار اللي عم يحاربوا أبوك يأذوك، كنت خايفة عليك. ما بيقدروا يأذوني، بابا بطل وبيقدر يضربون كلياتهم. يا ريت لو إنه بابا رجع وكان جنبي من زمان، يا ريت ما بعد عني، كنت وقتها صرت شجاع وما كنت خفت من العتمة ولا حتى من الإبرة. أنا هلأ ما عاد خاف أبداً لأنه بابا أكيد رح يضل ماسك إيدي على طول، وما عاد في شي بالدنيا بيخوفني. حبيبي تعرف إنك بطل؟ برافو عليك يا بطلي. هلأ خطرت لي فكرة، شو رأيك أنا نايمك اليوم؟ موافق. ابعد لكان. هيك؟ طالعتوني برا؟ شو استغنيت عني بهالبساطة؟ خليني عوض الأيام اللي انحرمتن منه. بلا ما يسمع بابا، خلي ماما كمان تنيمني، ما بدي اياها تزعل. فوت لجوا. أكيد هي هلأ ما صارحت الولد بدون سبب، يعني في شي براسة. أبصر لشو عم تخطط. أكيد بدها تقله، يعني بالنهاية هذا أبو، معقول تقدر تخبي عن الولد هي الحقيقة؟ ضلت سنين مخبية، شو صار لها قررت تقول هلأ؟ سيفدا اسمعي، أنا متأكدة إنها عم تعمل هيك مشان تفرق بينك وبين علي. ما بظن، مو شايفة إنه هي الحقيقة ممكن إنه تأثر على علاقتنا. ما دخل. أنتي غبية ولا عم تتغابي؟ من لما رجعت ومبين إنه عم تستغل ابنة، واضح إنه عم تحاول ترجع علي بأي طريقة. عن جد أنتي مانك شايفة؟ كل هذا الحكي هلأ مانو مهم، علي اجتمع بابنه وهذا المهم. علي فرحان كتير، فرحته وعيونه يلي عم تضحك بتسوى عندي الدنيا كلها. تمام، خليكي هيك سيفدا. حبيبي
حتى وهو نايم مبين انه فرحان. وانا مبسوطه كتير علي. علي، ليش عم تعاملني بهذا الأسلوب؟ هي صلحت غلطي وقلت له أنك أبوه. الشي اللي عملتيه مو يعني أنك صلحتي غلطك. أنت بس نهيتي كذبة كبيرة كنت عم تكذبيها. ناطرة مني أشكرك مثلا؟ لا، مو قصة شكر أبدا، بس أنا فكرت أنه ممكن. شو فكرتي أزلام؟ ليكي، نحن ما عاد في أي شي بيناتنا. إذا كنتي عم بتفكري بأي شي، يا ريت تشيلي هالأفكار من راسك. نحن مستحيل نرجع سوا، لا هلأ ولا بعدين. كل هاد بسببها؟ بسبب سيف ده؟ أزلام، انت شايفة انه من حقك تسأليني؟ على اي اساس بتعطي حالك هذا الحق؟ انت تركتيني باصعب الاوقات. صرت مبررت لك شي 100 مرة. شو بررتي لي؟ انت برأيك في مبرر مقنع بيسمح لك تحرمي اب من ابنه وتفرقي بيناتهم سنين؟ وبرأيك في مبرر مقنع لعلاقتك مع بنتي اللي قتل ابنك؟ سيف ده ما إلى ذنب بجريمة أبوها، وأنت بتعرفي هالحكي، ومع هيك هي دفعت الثمن وزيادة مع أنه مو غلطة. إمتى رح نتحرك؟ هلأ رح نروح ناخد هديك البنت من بيتها. واتا فيني أقول إنه بلش الحساب. طيار بده يدفع تمن الخيانة. ساعدنا وفتحنا له بابنا ووقفنا جنبه، وهو شو عمل؟ هو بزق بالصحن. اللي بيغلط معنا بالعادة منتركه يعيش بدون عقاب؟ لا طبعاً. طيار وعلي اللي رجع زتلي أخي بالسجن بدهم يدفعوا الثمن. يسلم إيديكي. الله يسلم هالإيدين. ابني انت ليش دائما مستعجل؟ هلأ بتشرب الشاي وبتمشو، لاحقين ليش العجلة؟ ايه لازم اشربه لأنه كتير طيب. شكراً، شكراً على الشاي. صحة وهنا. دايما إن شاء الله يسلموا. شكرا كتير. يلا نمشي بلا ما نعطلكن أكتر من هيك. شفتكن بخير بالإذن. إيه عود أمرك. كاسية تانية ممكن؟ ما صح لنا قبل نقعد ونحكي منيح، خلينا نحكي هلأ. عن شو بالضبط؟ لا مو هيك قصدي. طبعا طبعا تفضل. المرحوم أبوك شو كان يشتغل؟ بالشحن. شو كان يشحن؟ سلاح. سلاح؟
سلاح شو؟ أي سلاح؟ أنت يلي قلت هاي الكلمة بتمك، قلت كان يشحن سلاح. أنا قلت؟ إيه قلت. إيه قلت. بس حضرتك فهمتني غلط. مو في ألعاب على شكل أسلحة بيلعبوا فيها الأولاد؟ مثل مسدس المي أو الموديلات الثانية، مثل مسدس الخردق مثلا، يعني هدول القصص. من الصين، كان بابا من الصين يشحن البضاعة وما تركوه يعيش. ما تركوه؟ مين اللي ما تركوه يعيش؟ اللي قتلوه. ليش مين اللي قتلوه؟ الصينيين؟ الصينيين؟ أي صينيين؟ هلا أنت قلت. أنا آسف ما تؤاخذني، شو كان سؤالك؟ عامل لك مين اللي قتل أبوك؟ ما بعرف، أصلا لو بعرف كنت قتلت كل يلي شاركوا بهاي الجريمة. عن جد؟ إيه لكن طبعا، من هداك اليوم لهلأ أنا وفيدات عم نلاحق على هاي القصة. إيه بس ما وصلنا لشي، عجزنا. لك لو بعرف مين عملها. المرحوم أبي كان حدا كتير منيح. إيه والله، أي حدا محتاج بيساعده، بس يلي بيغلط معه ما بيسكتله أبدا، كان يروح وياخد حقه بإيده. ما بعرف كم واحد قتل، بس كان لما ينذكر اسمه الناس كلياتها ترجف من الخوف والرعبة. هيك لكان؟ عفوا؟ أبوك كان له اسم وسط عالم المافيا من ورا شحن مسدسات المي؟ هذا اللي بفهمه منك؟ ايه الله يرحمه. لا مو هيك. يلا بنمشي. نمشي. الله معكم. شحن وأسلحة ومشاكل، شو هاد؟ انتبه لحكيك قدام بابا، ما صدقنا امتى زبطت أمورنا. شو أعمل إذا لما بشوف عيونك ما بركز؟ إذا بيسألوني عن اسمي بروح بجاوبهم غلط. ما بعرف كيف غلطت وحكيت هيك. يلا خير. شو نعمل هلا؟ بدنا نستنى لحتى تصير البنت لحالة. انتبهوا لا تخلوه ينتبه لكم، لأنه طيار عنده عيون من ورا. ما تاكلها. بدك تنتبه لأنه ما بدي مشاكل مع بابا. أنا كرمالك مستعد أني أعمل أي شيء، أي شيء بتطلبي أنت أوامر. لك إذا بدك ما عاد احكي ولا كلمة، بخرس نهائيا كرمالك. لا بدي اياك تحكي، لانك بتحكي حكي كتير حلو. يلا امشي تأخرنا. فرخ البط عوام، راح يطلع الابن مثل ما كان الاب. خلص لا تكبرها، قال لك الولد انه ترك السلاح وكل هاي المشاكل، بعدين نحن شو بدنا بابوه؟ شو كان يشتغل؟ بعدين الزلمه مات وما عاد له علاقه. نيرال، هاي القصص ما بتخلص اذا اللي عم يشتغلها مات، تنتقل من الاب للابن، اكيد ابوه بيكون مات وترك وراه عدوات كتير. الهان لازم تروح على الصيدليه. هاي طريقه لتسكتيني؟ طيب رايح. ليش الاجتماع المفاجئ؟ شو سبب تغيير نظام صار له سنين؟
مرحبا. كلياتكم مجموعين مع بعض، حلو. آخر مرة اجتمعنا كانت بجنازة عمي صبري، لا تواخذوني بعدها مع ضفضيت، كان عندي مشاكل ومسائل شخصية عم حلها وإنهيها. بدي تعرفوا أني أنا استلمت كل أشغال عمي، اللي بيشتغلها فوق الطاولة واللي بيشتغلها تحت الطاولة، من أصغر وأبسط شغلة لأكبر شغلة. لو عمك بده يسلمك كان قدمك لقلنا من زمان، بس ما كان ناوي. صح أويغار، نحن ليش بدنا نقبل؟ أنا حابب أفهم اللي عنده واسمع شو بده. يا جماعة، أنا ماني جاي أعمل زعيم عليكم، أنا بدي إنه نتعاون مع بعضنا، نتعاون كرمال نكسب أكتر، والأهم نكسب مثل بعض. غير إنه مكاسبنا وأرباحنا رح تزيد، أنا بوعدكن إني ريحكن وخلصكن من علي اللي عم يعطل أشغالنا لنقدر كلنا نعلى لفوق. علي هور أوغلو ما أنه مشكل مشكلة بالنسبة لإلنا، وما بظن نتأثر بوجوده أو عدم وجوده. إيه صح، هلأ يمكن، بس شو رح يصير إذا رجع المنظمة؟ أنا برأيي لازم نخلص منه وهو ضعيف هلأ. إيه؟ شو رأيكم؟ أنتوا بتوافقوا؟ تحطوا إيدكم بإيدي لنكسب أكتر؟ والسيد كورت رح نشتغل معه مثل قبل، لأنه عمك صبري كان يخبره بكل شيء. إيه صح، عمي كان يخبره بكل حركة، حتى نحنا رح نحط إيدنا بإيده ونشتغل معه. بس مين بيعرف، يمكن هو يجي يوم ويقرر إنه يستقل عنا. سمعنا إنه كورت هو اللي قتله لعمك، لهيك أنا ما بقبل أشتغل معه أبداً أو حط إيدي بإيده. هذا هارد ديسك، طلع كيف؟ هذا منحطه هون، وفي هذا الغطاء، وبعدها أهلين. ما قدرت أعرف معلومات جديدة. طيب خليك عم تتحرى عن القصة. يلي عم يخفي هالمعلومات واضح إنه عم يعمل كل جهده. بعرف، يلا سلام. حطيته؟ برافو عليك. هلأ لازم أمشي، عندي شغلة لازم روح وخلصها. بابا أنت ليش ما بتأجل الشغل وبترجع معنا على البيت؟ رح أجي،
بس عندي كم شغلة بخلصهم وبرجع لك. ايه صح، بابا عنده كتير اشغال مهمة. بو هداك ما اتأخر، المسا منلعب سوا، اتفقنا؟ يلا يا بطل. يا سلام، هيك الأمور تمام. هلأ صار لازم نخلص من علي لنعرف نشتغل. طيار ما صدقني، لنشوف إذا سمع هي الحقيقة من تمه لعلي بظن وقتها رح يصدق. كيف رح تخلي علي يحكي؟ على شو ناوي؟ هي شغلة بسيطة. بسيطة؟ ما عم بفهم. سلمتك أويغارو معه سلاح اللي قتل فيه كوكسال، سلمتك سلاح الجريمة، اللي كيف أويغار طلع منه؟ علي، أويغار وصل على غرفة الأدلة وقدر يبدل السلاح، ما حد قدرت أثبت أنه متورط. اسمعني، في حدا عم بيحاول يخفي أي معلومة بتخص إنريكو، وكأنه الزلمة ما كان موجود. معقول تكون أنت هذا الحدا اللي ماسح كل المعلومات؟ ايه انا مسحته، انا اللي مسحت اي شيء بيتعلق بانريكو علي. ليش عملت هيك؟ ليش ما بدك ياني اعرف؟ ليش؟ مشانك، كرمالك انت، مشان ما حدا يعرف انك قتلت انريكو ورجاله. انا بس عم حاول احميك، ليش كل الوقت عم تشك فيني؟ ليك عاتبني وزعل قد ما بدك، بس ما بقبل انك تشك فيني ابدا. معقولة لهلأ ما بتعرف شو هي قيمتك عندي؟ بالنسبة إلي أنت مثل ابنه أكتر، كيف بيخطر لك تشك فيني وأنت بتعرف غلاوتك؟ اللي بعرفه أنك مخبي شي وما بدك يعني أعرفه، أنا متأكد. أنت غلطان، صدقني أنت عم تتوهم. بتمنى إن شاء الله أكون عم بتوهم فعلاً، وإلا وقت الشخص اللي معتبره مثل ابنك رح يقلب عليك ويصير عدوك، وبس أنا عادي حدا تعرف شو بعمل. بدنا نشوف كتير أماكن، بعدين لسه بكير لنختار الصالة. ما بدنا نحدد بالأول أي يوم، في كتير تجهيزات وتحضيرات لازم نعملها. بس ننهي هاي التحضيرات آخر شي بيجي اختيار الصالة، هذا رأيي. اللي بدك يا بيصير، بس اطلبي وتمني. انت احلمي وأنا بحقق لك الأحلام. لك الأحلام هدى فيردي. شو عم تكتب أنت؟ عم بكتب عندي الحكي اللي عم بيقلك يا طيار. ليش؟ لإلا لإزجي قديش بحبها. لازم تقلها لإزجي قديش بتحبها بكلماتك الخاصة. البنات ما بيحبوا تقرأ لهم كلام جاهز أو تقل لهم حكي حدا تاني. ايه والله الحق معها، كلامها صح. نصيحة، حاول تكون انت ولا تقلد حدا. ولا تقلد، لا تقلد حدا. عم يكتبها؟ ما في امل. طيب هاي ايزجي. ايزجي استني انا بلمون. ليش ما قلتيلي؟ كنت رحت معك سعادتي. لا شكرا ما في داعي، يسلموا مو محرزين.
شو هي الاغراض اللي اشتريتيها؟ كأنها اغراض عيد ميلاد. في عندكم عيد ميلاد؟ يعني عيد ميلاد مين؟ هو بصراحة اليوم عيد ميلادي، والمساء عزمة رفقاتي لنحتفل سوا. عيد ميلادك اليوم؟ يا ريت كنت بعرف، كنت جبت لك هدية. هلأ كيف بدي لحق جيب لك؟ لازم هدية حلوة كتير، لأنه أنت حلوة كتير. لا ما في داعي تعذب حالك، أصلاً ماني عزمة غير رفقاتي اللي قراب، ناس ما بتعرفهم، أكيد حتمل. ليش بدي مل إزقي؟ أنا ما بمل إذا أنت موجودة، رح أجي وما بمل، لا تاكلي هم. والله رح يضيق خلقك، لأنك أصلاً ما بتعرف حدا من يلي جايين. إيه بعرفك إلك أنت، وهاد بكفي، ما بيصير ما أجي. لازم روح هلأ مشان لحق اشتري لك هدية حلوة، وجهز حالي وإلبس ثياب مرتبة. إزقي نسيتي غراضك. ما بتأخر، بدي جيب لها هدية كتير حلوة مشان تعرف إني كتير بحبها لك. ما قدرت قل له ما يجي. صحة وهنا. لو سمحتي. انت شو جابك لهون؟ أهلين مرتي. بس انا ما عاد تقول هاي الكلمة. ليش؟ انت مانك مرتي؟ قلت بشرب فنجان قهوة من ايد مرتي، بما انك ولا مرة دوقتيني اياها لما كنا عايشين سوا بنفس البيت، ويمكن ما بتعرفي كيف بشربها. وسط اذا بتريدي، او وقفي خليها سادة، ايديك يلي بتحليها. ما في اوقح من هيك. امي تسمحي لي العب مع الولاد؟ لسه بدك تلعب؟ من الصبح ما ارتحت، معقول ما تعبت؟ امي لا ما تعبت، لو سمحتي. طيب ماشي العب، بس انتبه ما توقع ولا تبعد عن البيت. قهوتك والحساب. أطيب شي فنجان القهوة من إيديكي، مع أني مو كتير رضيان على شغلك هون، وأنت بتملكي ثروة. بس انسي ثروتك، كلها ما بتعنيني. إذا بتفرش لي ثروات الدنيا ماني شايفتك. الموت أرحم بالنسبة لألي من شوفة وشك كل يوم. انتي ما كنتي قاسية هيك، صاير عصبية. بس محيلي قلك شغلة، لا بقتلك العصبية طالعة بتجنني. انت مانك طبيعي. انا هيك بحبك بكل حالاتك، وكل يوم عم حبك اكتر من اليوم اللي قبله. عفوا، لازم رد اتصال مهم. ألو، كل شي جاهز؟ تمام، طيب جاي. لا تواخذيني مرتي، مضطر امشي. منكمل حديثنا بعدين، معنا وقت لنحكي قد ما بدنا. لازم اهتم بشغلي لأمن لك الحياة اللي بتستاهليها. يعطيك العافيه.